هذا وأعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا. وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطط الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.